الحقيقة الشعب العراقي سئم من هذه العملية، أنه في كل عام هذا الجدل يدور بين الإقليم والمركز، وكأنهما فصيلان يعني سريان مسلحان. يعني الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حكومتان دستوريتان محترمتان، ويجب أن يطلع الشعب العراقي على ما يجري. لماذا لا نعرف ما يدور؟ هل الإقليم يسلم النفط؟ هل الإقليم يفي بالتزاماته؟ هل الحكومة الاتحادية تفي بالتزاماتها تجاه الإقليم؟ كل هذه الأمور غامضة، وكل عام نمر بنفس المشكلة. أعتقد من الخطأ أنه يتجاهل الإقليم، فالإقليم هو جزء المهم من العراق، وهو إقليم ناجح وآمن وفيه استثمارات، ويجب أن يشرك في كل القرارات وليس فقط في الموازنة. ولكن هذا يعني الجدل الذي يدور كل عام، وفي النهاية يتفق الطرفان على صيغة ما، يعني يجب آن الأوان أن يتوقف، أن تكون هناك شفافية في التعامل، وأن نعرف الحقيقة. لا نعرف الحقيقة حتى الآن، هل من هو الـ يعني الصحيح ومن هو الخطأ؟ هل الإقليم على حق؟ هل الحكومة الاتحادية هي التي لا تريد أن تفي بالتزاماتها؟ يعني هذا الوضع غير صحي وغير لائق في الحقيقة بالحكومة الاتحادية. يجب أن توضح الأمور بشكل واضح وشفاف للناس كي يعرفوا.